قريبك جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا يلا 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 زد رصيدك كل يوم بنعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دين اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا هات يا جمهور يد يومها من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا زيد 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 تقرا صيدك زيد 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 تقرا صيدك يلا 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 تقرا صيدك يلا 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 زد رصيدك 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 جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا يلا 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 زد رصيدك كل يوم بنعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دين اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا هات يا جمهور يد يومها من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا زيد 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 تقرا صيدك زيد 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 تقرا صيدك يلا 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 تقرا صيدك يلا 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 زد رصيدك 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 جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. يعطيكم العافية. شايفين الشعارات هذه كلها اللي معاكم؟ هذه ترمز لليوم العالمي للسكري. اليوم 14 نوفمبر هذا اليوم العالمي للسكري. في أحد عنده فكرة إيش معنى الشعار هذا؟ أي فكرة؟ لون، شكل،
لا ها لا دخل بالانسولين ها طيب ها لون الماء اللون لون السماء حلو يا سلام عليك الشعار هذا اللون السماوي هذا مأخوذ من لون السماء والدائرة هذه معناها الاتحاد ضد داء السكري طيب بخلي الشعار هنا بناخذ معكم دقائق من وقتكم يوم 14 نوفمبر المقصد فيه ليش اختير هذا اليوم بالضبط لأن هذا يوم ميلاد مكتشف الإنسولين شخص اسمه فريدريك بانتينغ هو اللي اكتشف الإنسولين والإنسولين هو أساسي في داء السكري إذا تذكرون إذا ما خاب ظني عبد الله الحارثي جاه سؤال هنا مع عبد الرحمن إيش المرض اللي بسببه يكون فيه نقص الإنسولين اللي هو داء السكري داء السكري عندنا نوعين يا جماعة الخير فيه النوع الأول اللي يكون عندي مشكلة في الإنسولين الإنسولين مش موجود عندي في الجسم البنكرياس ما يفرز الإنسولين وهذه مشكلة النوع الأول من السكري النوع الثاني الإنسولين قد يكون موجود لكن مستقبلات الإنسولين في الخلايا ما تعمل أو أن الإنسولين نسبته قليلة فما تكفي أنها تنزل السكر في الدم بالمستوى الطبيعي هذه مشكلة السكر عندي بالنوعين هذه الأعراض الشائعة للسكر من الأعراض الشائعة أنه يكون الإحساس بالجوع أو الإحساس بالعطش أو ممكن يكون أحياناً الله يعزكم كثرة التبول هذه من الأعراض الشائعة لداء السكري أيضاً فقدان الوزن فقدان مفاجئ للوزن إيش اللي حصل في الجسم؟ الله سبحانه وتعالى جسمك هذا عبارة عن نعمة الجسم دائماً يحاول أنه يضع خطة بديلة لما تصير عنده مشكلة فأنا لما يكون عندي السكر مرتفع طبعاً السكر هو وحدة الطاقة عندي في الجسم الطاقة يأخذها من السكر فلما يكون عندي السكر في الدم الإنسولين إيش شغلته؟ يأخذ السكر ويدخله داخل الخلية عشان ينتج لي طاقة طيب السكر موجود عندي في الدم الإنسولين مش موجود ما يدخل عندي أروح أشوف لي مصدر ثاني فيروح للدهون فتتكسر الدهون وهذا السبب اللي يخلي فقدان الوزن واضح جدا عند مرضى السكري أنا ما راح أطول عليكم بتناقش في مواضيع قليلة أبي أركز عليها لأنها مهمة جدا أبي أتكلم لكم عن حاجة مهمة جدا يجب على مرضى السكري أو مريض السكري أنه يأخذ باله منها اللي هي القدم السكري طبعا شو اللي حصل عندي أنا لما يكون عندي سكر غير منتظم طبعا خذوها قاعدة عندكم اللي حافظ على السكر بالمستوى الطبيعي المريض جميع الأشياء اللي ممكن تصيبه المضاعفات تقل بشكل كبير فالمحافظة على مستوى السكر في الدم بالمستوى الطبيعي جدا قد يقيك من أشياء كثيرة لكن لما يكون في ارتفاع كثير تتأثر عندي الأعصاب وتتأثر عندي الأوعية الدموية المشكلتين هذه وش اللي بيصير منها ممكن يكون عندي تنمل في الأطراف وفقدان للإحساس أيضا مشكلة عدم إيصال الدم لمنطقة معينة ممكن يأخر لي التئام الجرح فهذه كلها تسبب لي مشكلة في القدم السكرية إيش اللي حصل ممكن يكون عندي ممكن ينجرح مصاب السكري بدون ما يحس لأن الإحساس صار عنده ضعيف فما ينتبه للجرح وأيضا أنا عندي مشكلة ثانية أنه الدم ما يوصل وعندي مشكلة في الأوعية أثر عليها السكر فما التئام الجرح عندي ممكن يؤدي إلى الالتهاب الالتهاب هذا في أسوأ الأحوال ممكن يتحول إلى غرغرينا عشان كذا القدم السكري رعاية القدم السكري جدا 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 مهمة لازم ننتبه لها إذا أحد عندكم في البيت الله يشافيهم ويعافيهم يكتب أجر هم على أجر لازم ينتبهون للنقطة هذه طيب كيف الوقاية من القدم السكري أو من التهاب الجرح هذا أول شيء ممكن تسويه فحص القدمين يوميا ممكن حتى لو تستخدم مرآة صغيرة عشان تشوف الجوانب اللي ممكن ما تطلع لك الاهتمام بنظافتها الغسيل يوميا لما يرتدي المريض الله يعزكم الجوارب يرتدي كل يوم ما يرتدي نفس الجورب اللي يستخدمه يرجع يرتدي مرة ثانية خلاص غيره كل يوم يغير يلبس واحد جديد ارتداء الحذاء الطبية أيضا نقطة مهمة أيضا في الحذاء لازم يكون المقاس مناسب جدا وأيضا حين الارتداء أفضل شيء أنه يسويه أنه يفحص الحذاء ممكن في شيء داخل يلبسه ويجرحه بدون ما يحس هذه أيضا مشكلة وأيضا أنه يبتعد عن المشي حافي داخل البيت وأيضا خارج البيت وإذا كان عندكم في البيت مريض سكري حاولوا أن الأرضية تكون نظيفة جدا لما ينكسر قزاز لما يكون في أشياء حادة لازم تنظف عشان الجروح هذه جدا 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 مهمة الله يقينا وإياكم
خطر هذا المرض. طيب، في أشياء كثيرة تترتب عليها عند مرضى السكر، زي ما قلت لكم نقطة الالتئام الجروح، فهذه معلومة جدا مهمة لازم تعطيها أي طبيب ممكن تروح له، خاصة إذا كانت عندك عملية جراحية، لأن تعاملي مع المريض اللي معه سكر يختلف عن اللي ما معه سكر. أيضا من الأشياء المهمة للمعلومة المهمة اللي لازم تعطيها أيضا في عيادات الأسنان، عيادات الأسنان يختلف تعامل عيادات الأسنان مع مريض السكري والمريض اللي ما معه سكري. عشان كذا احنا بنحتاج مساعدة دكتورنا الجميل عبد الله العلاوي عشان يعطينا معلومات كيف التعامل مع مريض السكري، ايضا ايش المعلومات اللي ممكن يفيدنا من جانب الاسنان في هذا المرض. يعطيك العافيه عبد الله. يعطيك الصحه والعافيه عبد الله. يا جماعه تحيه بالله لعبد الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيك العافيه. طيب والله ما ودي اطول عليكم. اول شيء اهلا وسهلا، يعطيكم الصحه والعافيه جميعا. ما ودي والله اطول عليكم، ولكن عشان نستشعر قديش الموضوع مهم، في دراسة تسوت قبل 3 أو 4 سنوات في المجتمع السعودي، نصف المجتمع السعودي إما مصاب بالسكري أو في مرحلة ما قبل السكري. فالموضوع فعلا 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 يهمنا، وكلنا في الدوائر اللي حولنا والدائرة القريبة، يمكن تكون الوالدة الوالدة الجد الجدة الخالة الخالة العم العمة، إلا ما يكون في أحد فيهم مصاب بـ 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 بمرض السكري. فبالتالي الموضوع فعلا جدي وفعلا يستحق أنه الواحد يرفع مستوى التوعية في الناس اللي حوله. هذا شيء. الشيء الثاني، انا ودي صراحه اتكلم عن نقطتين بسيطه، ما ودي اضيف على المعلومات اللي قالها عبد الله يعطي الصحه والعافيه الا رتوش بسيطه. الشيء الاول انه سبحان الله جسم الانسان كتله واحده، اذا تاثر شيء يتاثر باقي الجسم، فمريض السكري هو معرض للتسوس اكثر من الانسان الطبيعي. ليش؟ احد عنده فكره؟ كالسيوم ينقص؟ لا، الموضوع ابسط من كذا. اللعاب سبحان الله له فائدة إنه بينظف الأسنان، فلما تتنظف الأسنان ما في تراكمات أكل، وما يتراكم الأكل فبالتالي ما في تسوس. مريض السكري ينقص عنده مستوى اللعاب، خصوصا لو ما كان السكر منتظم، فلما ينقص مستوى اللعاب فبالتالي ما تسوس الأسنان، فبالتالي عفوا يزيد نسبة تسوس الأسنان. الشيء الثاني، مريض السكري معرض بشكل أكبر إنه تتخلخل أسنانه. الشيء الثالث، مريض السكري معرض أكثر إنه يتعرض لالتهاب اللثة، ولما تلتهب اللثة يرتفع السكري، والعكس صحيح. النقطة المهمة انه اذا انت مريض سكري الله يعطيك الصحة والعافية، قبل تجي عيادة الاسنان افطر، خذ ادويتك، اتاكد ان كل شيء تمام، وستعالج مثلك مثل اي انسان طبيعي، لانه السكري صديق، اذا انت صادقته واذا انت ما زعلته ما راح يزعلك. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية وهي الاهم، ان التغييرات البسيطة ممكن تفرق بشكل كبير. التغييرات البسيطة تجي على مستوى مقلي ولا مشوي، 3 ملاعق سكر ولا نص ملعقة، مصعد ولا درج، هذه الأشياء البسيطة فعلا تفرق كثير. مرة سووا دراسة، جابوا مجموعتين، مجموعة قالوا لهم يا جماعة انتوا كلوا خذوا راحتكم، ومجموعة قالوا لهم بس سوي حاجة بسيطة، سجل الأشياء اللي تاكلها بس، أكلت فخذة من الناضج اكتب أكلت فخذة، أكلت كرسون أكلت كرسون، بس لا سوي حاجة، لا سوي دات، لا سوي شيء، بس سجل الأشياء اللي انت أكلتها. فلقوا انه لما هذه المجموعة قعدوا يكتبوا الأشياء اللي ياكلوها فقط، الأشياء اللي يكتبوها 6 أيام في الأسبوع، لقوا انه هذه المجموعه تنقص اوزانها في الشهر اكثر من المجموعه الثانيه. فهذه التغييرات البسيطه فعلا تفرق بشكل مره كبير. الشيء اللي سويناه مع 3 متسابقين من قناه بدايه، قلنا يا جماعه احنا ودنا نجرب تجربه بسيطه، نبي نعيش 24 ساعه حياه صحيه، 24 ساعه بلاش سكر، 24 ساعه نسوي رياضه، نطبق معايير الحياه الصحيه. فخرجنا بفيديو 3 دقائق، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. اليوم بنعيش تجربة 24 ساعة صحية، صعبة ولا سهلة يا شباب؟ سهلة سهلة. معانا اليوم سليمان الزيد، عبد الله الخالدي، الله. جاهزين أهم شيء؟ جاهزين، توكلنا على الله. يلا أخوان، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك. صرت امشي يوميا، لابد يوميا ان امشي يوميا لا يقل عن 10 كيلو. ما شاء الله يوميا مو اقل من 10 كيلو. الله يذكر عافيه. ما شاء الله تبارك الله. لو كنت في سباق وسبقت المتسابق الثاني تصير المركز كم؟ سبقت المركز الثاني؟ اي نعم. الاول. الله اكبر عليك يا شباب صدقوا له. انت سبقت الثاني تصير الاول شلون؟ انا سبقت الثاني. انت الحين سبقت الثاني تصير المركز الكم؟ اي الثاني. بالله عليك. لا الاول. الثاني يا الثاني. صح. 1 2 3 جو. Ha 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 ha!
ما شاء الله بسم الله ما شاء الله والمركز الاول. الانسان الطبيعي المفروض انه يسوي رياضه كم دقيقه في الاسبوع؟ 240 290 دقيقه 380 370 صحيح. هو اقل شيء 150 دقيقه اقل شيء، ومن زاد زاد الله عليه. ابو خالد لو طالع الدور الثاني من هنا ولا من هنا؟ ما يبغى كلام من هنا. الله 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 الله. اتفقنا انه تضامن مع يوم العالم بلا شكر، فاليوم قررنا انه يكون بدون سكر. يا هلا عون مكملين ولا؟ اي خلاص يا سلام عليك. ما ادري ايش مكملين. مكملين في ايش؟ ايش ايش اللي بدينا اليوم؟ اي صح اليوم نسيت. مشعولي واسف اليوم ما في. اليوم مشعولي حبيبي بس موقف شغلات اليوم. الله هذه مش جابها. تفضل يا عون. والله العظيم هذه لك. لا خلاص من يوم رايح هذا ما عاد فيه. والله هو شوف ترى حبه ما هي فارقه كثير يعني، ولكن حبه مو اكثر من كذا. يا سليمان يا عيون سليمان تفضل هذا سناك اليوم. وش ذا؟ الله يعافيك. انا اشبه الرياضه بالاخلاق، هي الاشياء اللي الاخلاق والرياضه دائما كل ما تزود فيها ما انت بخسران. سلام. يوم من الايام كان وزني 92 كيلو، في خلال بعد ما شفت ملابسي صارت ضيقه علي وحياتي صارت صعبه وحسيت بصعوبه في ممارسه الحياه اليوميه، نزلت في شهر، وهذا شيء غلط، نزلت تقريبا 18 كيلو في شهر واحد. من بعدها الى اليوم انا لي 11 سنه العب حديد، اقطع فترات الشغل وارجع مره ثانيه، لكن صراحه الحياه بدون رياضه ما هي بحياه. والله طيبه وكان يومنا جدا جميل. سلام سلام. نجربها مره ثانيه؟ نجربها يبغى لها في الاسبوع ثلاث ايام. والله خبصناها شوي. شوف خبصناها صح خبصناها، لكن كويس انه انت تحاول، بمجرد انك تحاول راح تقدر باذن الله، والتجربه مره حلوه، ويا رب يا رب انه احنا نقدر نضبط ونوزن بذكاء. الله عون اهلا وسهلا. ايش اللي صار؟ كيف كانت التجربه؟ كان شيء ممتع وشيء صح نشاق ومتعب وكذا، لكن مع عاد اجواء الفجر وصوت العصافير والهواء النقي 11 كيلو طايح ممتاز في يوم واحد. ممتاز يوم واحد ممتاز ممتاز. اجل كيف لو يومين ثلاثة انجاز هذا يسمى انجاز. هذا اول انجاز سويته في حياتي. الله اللهم لك الحمد. شكرا يعطيك العافية على التسجيل والحمد لله كان شيء ممتع. شكرا يعطيك العافية. العافية يا عبد الله. الله يعافيك. جميل جميل جميل. الله يرضى عليك ويعطي العافية للشباب جميعا. زيد عبد الله الخالدي شكرا جميل. شكرا جزيلا. شكرا جميلا. بدينا نكلج. شكرا جزيلا. فلوق جميل جدا. كلمة قالها عبد الله ابي اركز عليها اكثر. فعلا فعلا كلمة جميلة. قال السكري صديق. كن صديق للسكري تمشي امورك بالتمام. تعايش معه. لان زي ما قلت في المعلومة في البداية، إذا كان مستوى السكر عندك بدون سكر القهوة يعطيك العافية. مضبوط مضبوط. سلام شباب ما شاء الله. سلامك. عندنا واحد يعني عارفه من الشيبان، أكثرهم ما فيهم مثلا سكر شيبان، وهو فيه سكر، هو أنشط منهم. يوم نسأله ليش مهتم بصحته بالرياضة يوميا الصباح، أكيد تفرق، يمشي 4-5 كيلو. يا سلام. فصحته متغيرة وشكله متغير وكل شيء. صديق للسكر هو يمشي معه. بالضبط خليك صديق للسكر. لأن أنا أذكر معلومة قالها لنا دكتور أيام الكلية، قال المريض اللي يكون سكره منتظم لا تعتبره مريض. وش معناه؟ أن المرض مش موجود، لكن أخطار المرض غالبا بعيدة عنه لأنه منتظم. طيب فديت خشمك، لأن عندنا تجربة صديق من أصدقاء السكر، ما أدري ممكن المعلومة عندكم أو مش موجودة عندكم، لكن عون الرويبي أحد أجمل أصدقاء السكر. سمعنا لك حبيبي. حبيبي جميل حبيبي جميل. 11 كيلو أجل ها؟ أي 11 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. خليك. الله يسلمك يا رب. فاهم. الله يخليك. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتي مع السكر طبعا لي الحين 8 سنوات. اقول كان لي الحين 8 سنوات وانا معي الداء السكري. اللهم لك الحمد زي ما تشوفون بعافيه. اللهم لك الحمد. لب عينك والله يا ابو محمد. اول ما جاني طبعا كنت انسان طبيعي مثل اي واحد ما يعاني من اي شيء. وقت الاختبارات كنت في ثاني
ثانوي ثاني ثانوي مذاكرة واهتمام وكذا، فجأة حسيت بأعراض السكر، طبعا ما أدري عنها كثرة التبو أكرمكم الله وزغلة العينين وش اسمه حرارة الجسم وكذا من هالنوع. رحت الدكتور، طبعا ما أدري ما أعرف أعراض السكر مرة، قلت أعراضي للدكتور، قال يا عون يمكن هذه يعني عندك نسبة سكر، بحلل السكر. قلت سكر توني صغير 17 سنة عمري وكذا، قال طيب طبيعي، حللني السكر، حللني لقى درجة الارتفاع عندي 800. أيوة عونت معك سكر قبل أو شيء؟ قلت أنا ما أعرف السكر، ما أعرف إلا السكر يجي من الشيبان العجز وكذا، لكن أنا توني صغير وكذا. قال والله يعون معك سكر. طيب والحل؟ الحل أنك تنوم 3 أيام عندنا، يشوف شو الوضع، هل هو نسبة، هل هو يعني يبي يهديني شوي. طيب تنوم 3 أيام بعدها الناس اللي يزوروني وكذا، ها طبعا قرر علي أنسولين من النوع الأول. الناس اللي يجوني زيارات وكذا، منهم الأهل ومنهم الأصدقاء ومنهم، قال وش قرر عليك، أنسولين النوع الأول ولا النوع الثاني؟ قلت والله أنسولين. أنسولين لا تستعمل أوبر مرة، لا تستعمل أنسولين. خذيت كلامه. يجيني الدكتور يعون يوميا نجيك هنا سكرك مرتفع، هل أنت تستعمل أنسولين أو لا؟ إيه استعمله، لكن الصدق الصدق ما كنت استعمله مرة، كنت متخوف منه. وش يقولون الناس؟ والله يعون بتموت، خلاص استعملت السكر بتموت. يا ود انا موت توني صغير وكذا، ما من ذا كلام. طبعا طلعت شهرين كامله وانا ما استعمل، الدكتور يقول ميادي استعمل، بس اجيه تستعمل ايوه، وانا مره ما استعمل، لدرجه انه نزل وزني 20 كيلو في شهرين من السكر. طبعا ما استعمل مره. رحت للدكتور قال انت ما تستعمل الابره، ما تستعمل الانسولين، ايش دراك؟ أول مرة يجيني واحد يستعمل أنسولين ينزل وزنه كذا، أنت كل ما جيتني سكرك في ارتفاع، يعني ولا مرة يعني جيتني لقيته طبيعي أو طيب. وش ليش اللي تسوي كذا؟ قلت والله الناس يقولون أنك بتموت أنسولين وكذا ومن ذا الكلام وا. طيب بينفعونك الناس؟ قلت لا والله مو بنافعيني. طيب ليش ما تستعمل الأنسولين؟ في ناس عندي هنا يستعملون والحمد لله حياتهم ماشيه والحمد لله ومعهم سكر. ايوه هي اللي هي الابر الانسولين. قلت والله يمكن اموت اذا استعملتها. قال طيب جربها يومين، بس يومين وشوف شو وضعك. طبعا جربتها يومين، رحت البيت جربتها اول يوم، الا والله طبعا تدق ابره تقعد نص ساعه ما تاكل شيء، بعدين تاكل. اي بعدين تاكل. لقيتها اول يوم صباح الا يعني تحسنت، افضل اقوم ايوه النفسيه زانت وكذا. ثاني يوم طبعا في اليوم ادقها مرتين، في الليل دقيتها لا ما شاء الله يعني الحمد لله يعني في تحسن يوم عن يوم. ايوه دقيت اسبوع كامل. طبعا كل ما جاني واحد يعني ها وش سويت وكذا، والله أنسولين والحمد لله اللهم لك الحمد وكذا، لا يعون ابتعد عن الأنسولين. أكلمهم ليش؟ طيب قال يا أخي احنا سمعنا وكذا وكذا وكذا. قلت بتنفعني؟ ما تنفعني. بعدين النصائح اللي لقيتها من الناس السلبيين، لا تدق إبرة، تعبت تعب لدرجة أن إذا قوموني يمسكوني كذا ويقوموني يعني. لكن انا استعملت الحين الاوبر والانسولين واللهم لك الحمد، مشت حياتي زي اول اللهم لك الحمد. يعني صابك السكر لا تسمع للناس مره، اسمع لدكتورك فقط. ايوه الحمد لله لي 8 سنوات الحين وانا ادق ابره في اليوم مرتين واللهم لك الحمد، ماشي حياتي واللهم لك الحمد وسلامتك. ايوه طبيعي، شيء طبيعي، اللهم لك الحمد وسلامتكم. لبعينك وسلامتكم. شكرا لك. الحين انت تقول لك 8 سنين،
تفاجأت مرض سكري الله يكفينا الشر. وقفت الحياة؟ ما وقفت. تعايشت مع المرض؟ الحمد لله. صديق المرض. بس في نقطة قالها عون مهمة جدا. في شيء يقول المعتبر في كل قول فن أهله، أو بلهجتنا أعطى الخباز خبزة لو أكل لو أكل نصه. الناس مو بأعلم من الدكتور. صحيح. ما أعجبك كلام الدكتور، أنت ما أقتنعت كلام الدكتور، عندك الحق إنك تروح لدكتور ثاني. منعوني من دكتور جوجل، في ناس تروح تخش على جوجل وتبحث معلومات من ناس مجهولة. صحيح. هذه خطأ، هذه نقطة. ثاني شيء في خدمة جدا رائعة من وزارة الصحة 937. صحيح. اتصل عليه. استشارات طبية يحولونك على دكتور. خدمة رائعة جدا تشكر عليها وزارة الصحة. والله العظيم. أي استفسار صحي، استفسار دوائي، أي استفسار اتصل عليهم يعطيك الرد الآلي، اضغط على رقم استفسارات يحولونك على دكتور. لو تبي تخصص معين يحولونك عليه في أي وقت 24 ساعة. هذه النقطة اللي كنت بضيفها. الله يعطيك العافية، سلامة قلبك. بس أنا كنت بعرج على النقطة هذه وسبقتني فيه، لأنه بعض الناس يؤمن إيمان تام بالأدوية الشعبية لكن ما يؤمن بالأدوية الطبية، وهذا صحيح. غير صحيح. إحنا ما ننكر الأدوية الشعبية والطب البديل، لكن بالمقابل فيه طبيب هو صاحب الاستشارة. صحيح. المفتي في الدين، الطبيب في الطب، المهندس، كل صاحب علم له خبرته، وما أتيتهم من العلم إلا قليلة، ولكن الحياة ما وقفت على مرض له علاج الحمد لله رب العالمين. لازم نكون مقتنعين. فإذا تسمح لي أنا عندي بس شغلة بسيطة قبل لا تروح يا عون. عندك شيء بتقوله عبد الله؟ أنا بقول 8 سنوات على أجر يا عون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا يشاك من شوكة يؤجر عليها، فما بالك بابتلاء، والله إذا حب عبد ابتلاه. هذه النقطة اللي أبيك. الله يسعد قلبك. طيب أول شيء يعطيكم العافية. يا سلام. عندي مبادرة صراحة للأمانة، أنا أقول لكم دائما محاط بمجتمع متفائل، مجتمع مبادر، مجتمع يلامس الاحتياجات. فعرفوا هم اليوم العالمي داء السكري، تفاجأت أنهم اتصلوا علي قالوا عندنا توزيعات بسيطة ودنا انك تشارك فيها باليوم العالمي للداء السكري، وتواصلت مع الشباب عشان هالتنسيق هذه. في توزيعات بسيطه راح توصل لكلكم الشباب. طبعا لا تفكرون فيها حلاوه، لا تفكرون شيء، يمكن فيها حلاوه بدون سكر. لا لا، انا حلاوه بدون سكر ممكن. انا بقولك شيء، انا بعطيك كيس فيه ورده، واكبر هديه معلومه. دائما اقول لك اعطني معلومه ولا تعطيني يعني مقابل. ف راح توصلكم معلومه، واول واحد يستلمها عون الله يعطيه العافية. الله يرضى عليك ويسلمك. راح أوصل لكل شخص منكم هالتوزيعة. ومن هالمنبر أشكر فريق الدعم اللي بادر في هالمبادرة الطيبة وفاجأوني فيها وأنا جاي بالطريق قبل شوي. الله يجزاهم خير. الله يعطيهم العافية. الله يعافيك. هذا اللي كان عندنا يا جماعة. تسمح لي بس باقي لي مقطوع يا عبد. إيه أبشر أبشر. يا بعد حالي. طبعا كلام كتبته من الخاطر، بسيط بسيط جدا. تحية لكل من يتعايش مع داء السكري وانتظم بعلاجه وغذائه، والأهم منها نفسيته أو نفسه. لكل من أصيب بداء السكري وما زال يتألم ومنزعج من إصابته، خاطب عقلك الباطن بالرسالات الربانية، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الله اللي يعلم بحالك، والله اللي يرزقك، والله اللي يشافيك. لذلك لا تمشي على تيار القيل والقال. من هنا آية وشهادة بأن المكتوب لا مفر منه، والنعمة العظيمة أن رزقنا من العلم القليل فتكرم علينا ربنا بالدواء. موجود الدواء واكتشف، سواء اكتشفه عالم عربي أو أعجمي، الحمد لله رب العالمين وجد العلاج. صحيح هذا الكلام. ولذلك الإنسان الله ولا دواء، الإنسان ما يمل ولا أيضا يجزع من رحمة الله. أتصاب بالذعر والرب هو من كتب وقسم. هذه خطواتك، أو خذ خطواتك بذكاء، وتعامل مع المرض باحتراف. الرسالة السامية للجميع، أعط نفسك حقها حركة وانتظاما غذائيا معتدل، ولا تنسى الفحص الدوري الدائم سواء كنت مصاب أو غير مصاب. لا تتفاجئ بيوم من الأيام أنه يقولون عندك داء سكري. لذلك جميل جدا أنك تأخذ فحص دوري حتى لو أنت ما أنت مصاب، مو بس لك أنت، الطفل بعمر 6 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات. صحيح؟ فجميل جدا، لأنه الآن في حملات توعوية بالشؤون الصحية المدرسية بحكم أني في التعليم،
حملات توعوية بشراكة مع شركات ووزارة الصحة، يدرون على المدارس يفحصون على الطلاب، ومع الأسف يكتشفون أن في أطفال دخلوا المرحلة الأولى من داء السكر، الله يكفينا وإياكم الشر. ولذلك الفحص الدوري مهم جدا. الرسالة السامية أيضا لجميع مرضى السكري، أول شيء تذكروا أنكم كل يوم مأجورين على المرض اللي أنتم فيه، واحتسبوا الأجر من الله وابتسموا. الأمر الآخر، ما أخذ الله شيء إلا ليعطي بدلا منه. وسلامتكم. الله يعافيك يا حبيبي. طيب ناخذ، نبغى ناخذ منكم مشاركات او رسائل. سعيد سم، مرحبا بك، بتجيني ولا مرحبا؟ وين ال عشت الله حبيبي يا حبيبي. لو تقرا ما ترجمت غطيناها. الله يعطيك العافيه. دور الخبرات. السلام عليكم. سلام ومرحبا. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. مرحبا. الله يمسيكم بالخير جميع. السكري فيه سالفة عليه، جدي الله يجعله في الجنة قابل واحد من أخوياه في المستشفى. كان يعرفه قبل السكر، رجال أعطاه الله بسطة في الجسم. قابله ما عرفه، هو سلم على جدي ما عرفه، أنكره. قال أنا، قال أنا فلان. قال يا أخوي وش فيك تغيرت؟ قال والله قومي ذيب الغابي. قال وشو؟ قال داء السكري. قال قومي ذيب الغابي، يعني ذيب المختفي، له سكري. السكري إذا ما اهتميت فيه راح يأكلك، لكن إذا فيه اهتمام له ومداراه له، هو كالطفل الداري يضبط وضعه معك، تهمله يلخبط في الكلى، يلخبط في الدم، يلخبط في الجسم، يلخبط حتى في الأعصاب. أنا عندي تجربة في البيت، والتجربة أعتبرها تجربة إنجاز، تجربة إنجاز صراحة، اللي هي الوالدة الله يجعلني في درجولها ويحفظها إن شاء الله. طبعا السكري لها معه يمكن 15 أو 14 سنة، لكن في بداية الموضوع كانت مهملة عادي، حلا تمر أكل عريكة. طبعا أمي الله يعطيها العافية من 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 النساء اللي تتفنن في الطبخ، عندها نفس على الطبخ ما شاء الله تبارك الله. فكنت أقول لها زمان يا والدتي يا والدتي، قالت هو أصلا شيء عادي وراثة وكذا، فكانت تقنعني. جينا الرياض هنا جلست هوجس، الوضع مو طبيعي الوضع. أنا إنسان ما أحب اللخبطة هذه، ما أحبها في كل شيء. قلت ايش رايك نروح المستشفى نسوي تحليل نضبط الوضع، اذا في شيء كويس، ما في شيء نرجع البيت. لان دائما التحليل هي كانت معتمده على التحليل ولا الحبوب المنظم فقط، وحبوب السكر العاديه الخافضه. لكن ما في تحسن، السكر 300 400 300 400 350، اذا نزل مره 250 280 الوضع شوي يخوف. رحنا المستشفى هنا مستشفى القوات المسلحه وسوينا تحليل. في نقطة مهمة في مرض السكري اللي هي السكر التراكمي، مخزون السكر، نعم، اللي هو المخفي اللي ما يطلع على تحليل الجهاز، هو أهم من قراءة الجهاز، هو اللي يعتمدون عليه الأطباء في القراءة. هذا يقرأ 3 شهور. طبعا الجهاز هذا اللي معك اليومي تحليلك اليومي، لكن اللي يعتمدون عليه الأطباء واللي خايفين منه اللي هو سكر التراكمي. جينا عند التحليل وكذا، وسألها الدكتور عند السكر، قالت عندي سكر بس سكر عادي طبيعي. قال نسوي تحليل، سوى تحليل، وبعد اسبوع جينا اخذنا النتائج، قال عندها المعدل التراكمي 12.7، الطبيعي اتوقع 7 او 6.5 الى 7. هنا انا لكن اللهم لك الحمد، وضع الكلى كويس، وضع الاعصاب كويس، وضع كل شيء كويس وقت اللحظه ذيك. متفهمه الوالده الى ابعد درجه، قلنا لازم ننتقل من مرحله لمرحله، الوضع الاول هذا ما يصلح نهائيا. قال ننتقل الى الاوبر، ما ينفع الا اوبر عشان ينزل معدل السكر التراكمي في الجسم، انه هو اللي ياثر على الكلى. وبدينا في الاوبر جدول وتنظيم. فبدايه كان فيه انتظام وطلبه، وتكفين اضربي الابره ذي وغيري الابره ذي
وفعلا انتظمت الله يعطيها العافيه. سوينا موعد بعد 3 شهور عند الدكتور، جينا حصلنا من 12 الى 8 او الى 9 نزل. يوم شافت النتيجه هي تحمست، دفعه معنويه، قالت لا والله انا اللي بهتم. المهم دقر على 9 يمكن 3 مواعيد، ضربت النفسيه، ليه على 9 ليش ما ينزل؟ قال لها الدكتور امسي عليه بالخير، صراحه تحيه اجلال وتقدير، بعض الاطباء يطلعك من مرحله الياس الى مرحله الامل ومرحله اسلوبه. نعم الدكتور اسمه الدكتور الشاري، اسمه الدكتور عبد الله الحربي، رجل في قمه الاخلاق. كان يسولف لها في موضوع ما هو في السكر، يطلعها من جو السكري ثم يرجعها في ثاني مره، فاعطاها امل انها حتى هي لما جت العياده الى يومك كان عندها موعد اول امس، قالت تورن الدكتور عبد الله الحربي. قلت يا امه هو ينتقل من مركز الى مركز؟ قالت بالله يدور، خل احنا اذا هو موجود خل موعدي عنده. ارتحت الطبيب، فكان يقول لها بينزل، انت 14 سنه ما راح ينزل في سنتين. نزل الى 9 او 8.5 وراحت الى 8.5 عن طريق الابر، راحت الديره للصيف وعزايم وارتباطات وحلا وبقلاوه بدون مدري وصحن حلا بدون مدري، طبعا فيه تهريبات توصلها تهريبات بدون مدري، انا محرص عليها الا في التمر ما اردها من التمر لانها تحبه. والله اني بعض الاحيان اتحسس اني انقهر لما امنحها من الشيء مثلا التمر حلا، لكني لما افكر في العواقب حتى هي كذلك، والله بعض الاحيان تقول لا تاخذ لها حبتين بس اللي يسلي خاطرها. رجعنا بعد الصيف لقيناه 8.4 رجع، قال الدكتور فيه مشكله، فيه لخبطه في وين كنتي؟ قالت والله كنت في الديره وسحبت على موعد، كان بالصيف عندها شهر 11 موعد وسحبت عليه، قال ما جيت هنا شهر 11، قالت والله كنت مشغوله، قلت والله ما هي مشغوله، كانت فاضيه في الديره ولا عندها شيء بس هي اللي عيت. يوم قلت الحين في السيب قالت انت تبغى تنشبني مع الدكاتره؟ قلت لا والله بس ان الوضع لازم اعلم بالصدق، انا هنا داخل عياده مرافق برا ولت. المهم سوت موعد وتحاليل وعطاها جدول، اخذنا لها موعد قبل امس يوم الثلاثاء، حصلنا السكر 7.4. ممتاز ممتاز ممتاز، قرب من الوضع الطبيعي. ممتاز. انتظم قراءته في الجهاز 190 ينزل الى 66، فانضبط وضع السكر عندها، ارتاح تقول احس في خف في جسمي، راحت الحراره، الكلى كويسه، وظائف الكلى كويسه، الكبد، الامور كلها طيبه. انا والله اني ارتحت اني رحت موعدها هذا. طبعا فيه موقف صار، طبعا هي من الله يعطيها العافيه اجتماعيه الى ابعد درجه وتحب عمل الخير، اصرف لها كميات 3 شهور، فتفاجأ بعد شهرين او شهر ونص تقول يا ولدي مخلص الشرايح عندي ولا شرايح التحليل ولا العلاج هذا المنظم، يمه معطيه حق 3 شهور. قالت خلص ايش اسوي به؟ خلص وهي موزع المستشفى اصلا موزعنا على 3 شهور، اثرها توزع على عماتي وتوزع على صديقاتها. قلت يا لا تلخبطينهم، هذا الوضع ما يصلح، هم لو ما اطباء وانتي لست طبيب. قالت العافيه بيد الله وخلهم ياخذ، وانا افداك تجيبني الحراره غبي، واكلم الرجال يجون المستشفى واجيب لها الوصفه اصلا ما قدم موعدها. فامورها طيبه وليت اللي فيها والله في والله يعطيها العافية ويحمي جميع المسلمين. اللهم امين. السلام عليكم. هذه تجربة بس. عبد الله. تجربة يأس ثم إنجاز، اللهم لك الحمد. الحمد لله. عبد الله. عبد الله. أول شيء بيض الله وجهك. بيض الله يا حبيبي. وسم. تفضل عبد الله. مساكم الله بالخير. احنا عندنا تجربة مختلفة شوي. أنا عندي من العيلة ما شاء الله عائلتنا. عندي الوالدة. وعندي عمي وعندي ولد عمي وثلاث خوالي وثلاثة خالاتي كلهم مصابين بالسكري على تفاوت السنوات وتفاوت الحالة. أقول للشباب الوالدة عندي وعمي ولد عمي وخوالي ثلاثة وخالاتي ثلاثة كلهم مصابين بالسكري، نسأل الله إن شاء الله لهم الشفاء ولكل مرضى المسلمين على تفاوت الحالات. في ناس يعني أبو 3 سنوات، في أبو 5، في أبو 6. اللي يفرق طبعا الشباب تكلموا وما قصروا، اللي يفرق الاستجابه للعلاج او الرياضه. يا جماعه الرياضه مهمه جدا في مرض السكري. في اكثر واحد مستجيب للنقطه هذه خالي ابو مشعل، وجهه مساء الخير، هو اكثر واحد فيهم
محافظ على موضوع الرياضة، فهو ما شاء الله دائما عنده نسبة السكري قليلة، حتى أنه ما احتاج الحمد لله لا الأنسولين ولا شيء، يأخذ المدعم المنظم العادي، أموره الحمد لله كلها طيبة. البقية كلهم الباقيين يعني تقريبا أكثر يستخدمون الأبر الأنسولين. يعني أنت تقصد أن خالك هذا فرقت معه الحمية زاد الرياضة. ممتاز. فالرياضة مهمة جدا. يعني ذاك اليوم يوم نحن والدكتور سوينا التجربة يوم كامل 24 ساعة الأمانة، يعني حتى اللي ما فيه شيء يحس أصلا بنشاط ويحس، فالرياضة هي حياة. أنت تكلمت ما قصرت الدكتور، تكلم الشباب وطلعوا وذكروا حالات، نسألهم نسأل الله إن شاء الله أن الله يشافيهم وعافيهم والموجودين إن شاء الله. اللهم آمين. هذه تجربتي. أنا خاصة إذا كان كبار السن أبوك ولا أمك ولا جدك يبغى لهم دارة. صحيح. الداري نفسيته ما بتشد عليه دايم. شوف اليوم صح. ما تشد عليه مرة. أنا مرة منعت من أمي صح التمر، منعت منها صح التمر وهي تأكله، قلت خلاص يعني الوضع. قالت لي سكري ولا سكرك؟ قلت لا والله لا سكر. قالتها مالك دخل، عرفت إن الوضع شوي محتدم. فرجعتها عرفت إن الوضع يبغى له مدارة عشان تنطلق، لكن الشيء بالغصب ما راح ينجح نهائيا. طيب أحمد بديت خشمك، خلنا نسمع أحمد. طيب طبعا هالمجتمع هي الصين. في موقف طريف بديت فيه. تمام. أول ما بداياتي لما كنت عندهم كنت أطلع مع الصينيين أصحابي وأجلس معاهم، فبداية الموقف الطريف اللي تعايشت معاهم فيه، كنا في كافي شربنا قهوة سوا. طبعا بالمعتاد لازم نحن نحط سكر، حطيت كيسين سكر، الكل مسك راسه. يعني أنا مسوي شيء خطير جدا، وأنا بالعكس بالعادة أسوي أحط 4 أكياس 5 أكياس، ذاك اليوم مخفف. فاكتشفت أن عندهم شيء مهم في كثقافة شعب، يخافون وحريصين أنه من الأبيضين، ألا وهو السكر والملح. نعم، ضد السكر والملح. يعني حتى أجيالهم الصغار من يوم ما يطلعون عندهم هالثقافة واعين لهالشيء. أنا منصدم، يعني عادي متعودين على هالشيء، السكريات ناكلها ومع الشاهي مع القهوة أيا كان. فشدني الموضوع، تكلمت معاهم إيش المشكلة، فصار أن الموضوع فعلا خطير. وهذا إحنا اللي نحتاجه، نوعي نفسنا ونوعي مجتمعنا أنه السكر داء خطير أو ما قبله. لذلك أتمنى من الجميع أنه يحرص على رياضة المشي، يكون حذر في أكله وغذائه، يبتعد عن السكر أو بقدر المستطاع يوازن أكله من ناحية السكريات، ويحرص على رياضة المشي. رياضة المشي مهمة جدا جدا. هي أقرب كلمة اللي قالها عون. نعم. صديق السكر. نعم. أنا ما ودي أطول عليكم عشان ما تأخذ أكثر من بنجيكم بنجلس معكم أبشروا، لكن يعطيك سم الوالد الله يطول بعمره. يوم تقول في نقطة إيجابية حلوة جدا، الوالد مع سكر يمشي في اليوم تقريبا بما لا يقارب إلى 6 إلى 7 كيلو، هذا يوميا ما شاء الله تبارك الرحمن، هو عمره تقريبا حول 70 سنة. الشيء الثاني منتظم على العلاج انتظام بشكل ومهتم فيه اهتمام غير طبيعي، هذه من الأشياء الإيجابية. الأشياء السلبية في الحياة بعيدة جدا عن أمور الوالد وعن إيجابيته. في ناس وقت السفر إذا سافر طال عمرك ينسى أول شيء علاجه، الشيء الثاني ينسى الأشياء اللي لا انخفض معها السكر مثل الحلا مثل الشوكولات اللي تساعده في الحياة. موقف مرة من المرات طال عمرك كنا في البر، ويوم نظرنا طال عمرك هذاك الموتر جاينا وماشن بقوى سرعته وياخذ من الرمث طاحة وقعده، إلين جاء الرجال طال عمرك هو موتر يضرب فرمل قدام طنب الخيمة وحنا جالسين، والرجال يفتح الموتر هو يطيح علينا، حنا ما ندري وش فيه، هل هو مطرود متهاوش مع أحد فيه بلاء فيه شيء ما ندري وش السالفة. الرجال فتح الموتر وطاح علينا، فالأخير يعني معنا واحد قال الرجال يا رجيل معها السكر الحقوه منخفض معها السكر، ونلحق بالتمر طال عمرك ونعطيها التمر، ويوم خذينا شوي للرجال يوم صحى الرجال يوم تقلبت عيونه نحسب انه ميت الا الرجال يوم صحى علينا. فهذه النقطه المهمه بس اللي حبيت انك توضحها وقت جدا مهمة خصوصا. جدا مهمه جدا مهمه للادويه. الربع انا عشان ما نتشعب في الموضوع ولا نطول، لان احنا والله طولنا في الموضوع ولا نبي نكثر في الموضوع. الله يعطيكم العافيه جميعا، شكرا لكم. النقطه اللي نبغى نطلع معها، كن صديق للسكر
اشكر الله عز وجل فأنت مأجور على هذا، وأتمنى لكم حياة صحية سعيدة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبيبي. شكرا على الهدايا الجميلة يا زيد. وين الزيد؟